ميت نعم. واحنا اخبار اليوم؟ اهلا وسهلا. ومبسوطين ان احنا اول ناس نشوفك. حاجه الاول لا انا بشكرك جدا على فكره، هي كلمت كلام كويس قوي، وبتعمل مناشده دلوقتي اللجنه العليا للانتخابات انها تزود عدد القضاة للجنه دي، لان مش ممكن تبقى لجنه فيها 10000 ناخب زي ما انتم شايفين، وهتصوروا دلوقتي بالفيديو، مش هزار ومش فوتوشوب، وهتشوفوا الناس. وهمشي معاكم دلوقتي عشان احنا مش بنهزر، لازم زياده عدد القضاة في اللجنه دي، وبعض اللجان اللي المفروض فيها اقبال يعني ضعيف شويه نظرا لعدم وجود كثافه سكانيه هناك، يبقى في مثلا ترحيل للجنه من اللجنه اللي قبلها بالتنسيق مع اللجنه العليا للانتخابات من خلال التليفون ومن خلال الانترنت والمتابعه على الـ على الـ على الـ على, الـ على النت يعني. بس هي ممكن تكون مشكله عشان هي لجنه مغتربين. هي لجنه مغتربين على فكره، والى جانب لجنه المغتربين المدرسه اللي وراها لجنه بتاعه الناس على فكره، ناس اسكندرانيه بالمناسبه، ولا زالت بتاعه اسكندريه لجنه مغتربين. طب حضرتك هتقولي ايه النهارده في الاستقبال؟ هقول ايه؟ هقول نعم يا مصر، نعم لخريطه الطريق، نعم لكل راجل مخلص بيحب البلد دي، نعم للفريق اول عبد الفتاح السيسي، عليك مسؤوليه، هننزل وهنجيبك وهننتخبك ونقعدك على الكرسي علشان ما يبقاش في رئيس متوافق عليه بنسبه 52% او 51% يهزونا العالم بره عشان ينزلوه. النهارده لازم يبقى في جمال عبد الناصر تاني، لازم يبقى في واحد رئيس متفق عليه بنسبه 80 من 85 ل 90%. تتوقع ان استفتاء الدستور هيحصل على نسبه 90%؟ زي ما هو متوقع. الناس ما خدتش رغم القنبله يا جماعه، بومب يا جماعه، بومب العيد، مش في فرقيع العيد؟ انا ابني بقول له في قنبله فرقعت، قال لي ايه قنبله ايه ده؟ بومب فرقيع العيد. خايفين من ايه؟ احنا ما بنخافش غير من ربنا. المصري دايما متحدي، المصري دايما بيعمل ما لم يكن متوقع، المصري دايما مصر قد الدنيا، الست الستات اهي بتقول قد الدنيا، هتبقى قد الدنيا، ايه رايك؟ وهتبقى فوق كل اي حد. ايه رايك في الرؤساء المتقدمين او اللي هيترشحوا للرئاسه؟ جميل جميل، وفوق دماغنا. عايز مين؟ السيسي، فريق عبد الفتاح السيسي، معرفش ليه بعيننا وبروحنا وبتمنا طول العمر، هو بيفدينا بروحه، هو بيفدينا. هو جمال عبد الناصر الدرجه الثاني، جمال عبد الناصر الدرجه الثاني، وتعيش مصر. الشعب المصري محدش هيضحك علينا تاني، محدش هيضحك علينا تاني. تعيش مصر. حزب الكنبه نزل، حزب الكنبه اللي كانوا ناسيينه بقاله صوت.